لك الأول تطمننا عن أخبار بعثة نادي الزمالك في المغرب حاليا. والله زي ما حضرتك قلت كده دكتور إيهاب، في حافزية عند لاعبي الزمالك. الموقف صعب بعد التعادلين مباراة أتلتيكو وسومبا ساجرادا، الزمالك بالفعل يعني موقف صعب يحتاج الفوز أمام الوداد المغربي. إحنا طبعا البعثة وصلت ظهر الأربعاء إمبارح، وبعديها يعني بعديها انضم للبعثة احمد سيد زيزو. طبعا كلنا عارفين ان هو كان عنده فيروس كورونا وغاب عن ماتش ساجرادا بسبب اصابته بفيروس كورونا، لكن الحمد لله سلبيه، وهو انضم للبعثه امبارح وشارك بكل قوه. واضح جدا ان هو هيكون له دور في مباراه السبت باذن الله. اطمنك على بعثه الزمالك، النهارده كان التدريب الثاني، ورغم ان كان في امطار موجوده في الدار البيضاء النهارده، لكن الفريق اتدرب بشكل قوي جدا وتدريبات خفيفه مع جزء خططي. كارتيرون واضح جدا ان هو هيبقى عنده مفاجآت في التشكيل زي كل مره. احمد مرتضى منصور عضو مجلس اداره ورئيس البعثه عقد جلسه قبل التدريب النهارده مع اللعيبه كلها، واللعيبه كلها اتفقت وتعهدوا ان هم هيحققوا الفوز ويرجعوا لمصر باذن الله بالفوز ويصححوا الاوضاع في دوري ابطال افريقيا. في نفس الوقت في طبعا جماهير الرجاء المغربي، طبعا كلنا عارفين ان هي المنافس للوداد التقليدي لفريق الوداد. كل ما بنتحرك في اي حته هنا في الدار البيضاء، جماهير الرجاء بتاكد ان هي هتكون داعم لنادي الزمالك، وبيلتفوا حوالين اشرف بن شرقي وابو جبل. يعني بيقفوا قدام فندق اقامه الزمالك في وسط الدار البيضاء. بنلاقي عند الاتوبيس لما يجي يتحرك لاي تدريبات بيقعد في جماهير كتير جدا موجوده، خاصه من جماهير نادي الرجاء، وبيتصوروا بشكل اساسي مكثف مع ابو جبل طبعا بعد تألقه خلال بطوله افريقيا الاخيره، ونفس الكلام اشرف بن شرقي. نادي الزمالك النهارده تدريب خفيف، بكره الزمالك برضو عنده تدريب هيكون في ملعب الرجاء المغربي، دي الدعوه من نادي الرجاء. طيب طمنا عن احمد سيد زيزو، اخباره طبعا بعد ما النتيجه اصبحت سلبيه وجي من انجولا مباشره الى المغرب الشقيق، طمنا عليه هيكون متواجد في المباراه بصفه اساسيه ولا لسه ما تحددش؟ طيب بقول لحضرتك، انا احمد سيد زيزو انضم جه في نفس التوقيت وصول بعثه الزمالك للمغرب، وانضم للبعثه على طول واقام وانضم للتدريب وشارك في تدريب اول تدريب مع نادي الزمالك، وظهر بشكل جيد جدا جدا. وانا تواصلت مع الدكتور محمد اسامه رئيس الجهاز الطبي، واكد ليا ان احمد سيد زيزو حالته جيده جدا وحالته الصحيه كويسه جدا، وقرار مشاركته دوت هيكون في يد الجهاز الفني بجد كارتيرون، واعتقد ان هو هيكون له دور في المباراه بشكل كبير جدا. وفي يعني في كلام كتير ان هو ممكن يبدا المباراه، لكن انا اتوقع ان يعني هيعتمد على اكثر من ورقه قرابعه في الشوط الثاني من المباراه حسب احداث المباراه. واعتقد ان الزمالك عامل خطه ان هو عادي يخلص المباراه مبكرا ولا ينتظر الشوط الثاني. ولكن اقول لحضرتك جزء مهم جدا، لو جزء الجماهير النهارده كان في لقاء النهارده بين مسؤولي الوداد المغربي ومسؤول الاتحاد المغربي ومع مسؤولي الحكومه ووزاره الداخليه، حتى تعود الجماهير وتكون موجوده في مباراه السبت. لكن حتى الامر حتى الان لم يحسم، حتى الان في كلام كتير بيقول ان هو مثلا 6000 ل 5000، لكن حتى الان ما فيش صيغه رسميه وصلت حتى اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها. تمام. طيب التشكيل المتوقع لفرقه نادي الزمالك، عندنا تشكيل هقوله لحضرتك وتقول لي التشكيل ده هو اللي هيبقى موجود ولا لا. نزلوا لنا يا جماعه التشكيل كده على الشاشه عشان نقوله للكابتن عمر. طيب قولوا لي يا جماعه التشكيل عندنا. طيب هطلعه بس بعد اذنك، معلش اشوف التشكيل من الاوراق وبعد كده نقوله معانا. طب قول لي اهم التشكيل عندك انت، قول لي كده استاذ عمر التشكيل المتوقع يكون مين. بقول لحضرتك رغم ان هو يعني كارتيرو بيعتمد المفاجآت، لكن كلنا عندنا يعني يقين ان هو هيلعب بالتشكيله اللي هي شاركه في الجزء الثاني من مباراه ساجرادا، واعتقد ان هي مش هتخرج عن مشاركه في حراسه المرمى ابو جبل. ده شيء يبقى مؤكد واضح ان هو الراجل هيعتمد عليه ويستفيد بخبراته الافريقيه الكبيره في مباراه الوداد في حراسه المرمى ابو جبل. هيكون قدامه في جبهه اليمنى رغم انضمام البعث حازم امام، لكن شايف ان هو المسلوب ممكن يكون موجود في الجبهه اليمنى. الجبهه اليسرى هيكون احمد فتوح، في قلبي الدفاع الونش ومحمد ومحمود علاء
في نص الملعب الاقرب مشاركه محمد عبد الغني يقوم بدور طارق حامد اللي هو حتى الان غايب عن نادي الزمالك بدوار امام عاشور مع بعد الهجوم في الهجوم هيكون موجود اشرف بن شرقي وارد جدا هو يبدا المباراه خاصه بعد رحله الدوري دوت مع سيف الدين الجزيري في البدايه تاني. طيب بخصوص طارق حامد وانت موجود طبعا وموجود استاذ احمد مرتضى منصور رئيسا للبعثه واخر اخبار المفاوضات بالنسبه للتجديد لطارق وصلت لفين؟ بص على وصل للتواصل هدف الزمالك واخد قرار ان هو كل اللعيبه هيحافظ عليها ويجدد لها. الوحيد اللي هو لسه حتى الان موقفه ممكن يكون مش واضح اللي هو اشرف بن شرقي وتواصلنا النهارده مع استاذ امير مرتضى منصور مشرف على الكوره وقال ان الزمالك موقف حاليا كل امور التجديدات والكلام ده بيتحرك فيها ولكن لا يتحدث فيها حتى يركز اللاعبين في المباراه خاصه مثلا النهارده برضه صباح اليوم النهارده في كلام كتير طلع في بعض الوسائل الاعلام في السعوديه وغيرها ان محمد ابو جبل النصر السعودي ما بقول حاجه لكن طب صحه الكلام ده هل حد تم الاتصال بابو جبل ولا لسه؟ ما بقول حاجه انت فريق الزمالك قاعد في فندق خاص بيه لوحده بعيد عننا شويه بس احنا حضرنا التدريب واتكلمنا في الكلام دوت وبقول لحضرتك يا استاذ امير مرتضى اكد ان هو كل الامور الملفات التجديد واقفه حاليا والزمالك هيفتح مع كل اللعيبه اللي عودها هتنتهي السنه دي وخلال ما تفتح برضه معظم اللعيبه دي طارق حامد او اشرف بن شرقي او محمد ابو جبل كل اللعيبه دي عودها هتنتهي نهايه الموسم الحالي اللي احنا بنتكلم فيه. بعد تخطي عقد الوداد اعتقد الزمالك هيفتح كل الملفات وهيكون الامور واضحه جدا. اشرف بن شرقي الزمالك مجهز ليه عرض تفاوضي قوي ان هو للتجديد. هل هو بقى اللعيب هيوافق عليه او عنده عرض ثاني؟ كل ده هيبان بعد مباراه الوداد. تمام. بحسك الـ 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 يعني الصحفي وان شاء الله نتمنى باذن الله بتمنى والرجاء كل الرجاء ان الزمالك ان شاء الله يوفق ويعود منتصرا كعادته دائما ان شاء الله، لكن لا قدر الله في حاله حدوث اي شيء اخر هل ممكن نلاقي كارترون بره صفوف في الزمالك الفتره القادمه ولا لا؟ كل بص حكي لازم نكتفي الحاجه ان شاء الله طالما صوره في الزمالك بعد مباراه سجراده حصلت حاله غضب شديده جدا بين الزمالك وصفحات الزمالك على السوشيال ميديا كلها طلبت باقاله كارتيرون، لكن هو راجل طلع بيان رسمي واكد ان هو هيدعم كارتيرون وبيدعم اللعيبه حتى الخروج من عنقود الزجاجه، خاصه ان هو كان اي تغيير هيحصل قبل ماتش الوداد هيبقى نتيجته سلبيه واي حد هيجي يقود الفريق لن تستطيع حسابه على المباراه في ضيق الوقت. لكن اعتقد اي موقف فيه سلبي في المباراه هيكون كارتيرون في وضع مواجهه مع اداره الزمالك ووارد جدا ان هو يتم اقالته. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا ناقدنا الرياضي الكبير استاذ عمر ايوب من المغرب الشقيق متابعا لبعثه نادي الزمالك قبل لقاء الوداد المغربي السبت القادم باذن الله.